بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الأعزاء المشاهدين والمتابعين الكرام، أحيي وإياكم ضيفي الكريم الشاعر الشيخ مجيد التوبلاني. شيخ، كيف حالك؟ حياكم الله، الله عساك بخير، يحفظكم. رمضان كريم. حياكم الله، الله يحفظكم. ابتداء شيخ، يعني بنستعرض عدد من المحاور، بنبتدي بالتجربة الشعرية للشاعر الشيخ مجيد التوبلاني. حدثنا عن تجربتك الشعرية، هل كانت وليدة لحالة الموكب أم أنها كانت سابقة وجاء الموكب لاحقا كحالة لاحقة فتأثرت بها هذه التجربة؟ يعني حدثنا عن البواكير، الإرهاصات، البدايات، المخاض، ثم الممارسة لاحقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر الكريم. حول مسألة التجربة الشعرية، أولا يعني في بعض الأحيان قد تكون بعض التجارب يمكن أن تنشأ طفرة إذا صح التعبير، يعني ليست بهدف معين أو ليست بسبب معين، يمكن ما يجد الشخص إلا عنده مهارة معينة أو عنده شيء معين فيلجأ إليه. في واقع الشعر عندي بالنسبة إلي يمكن تأثر في بداياته بالموكب شيئا ما، ولكن لا يكون بصورة كبيرة جدا من خلال الموكب. أنا أتذكر بداية كتاباتي كانت في المرحلة الابتدائية، يمكن تحديدا من بداية الصف الرابع والخامس، كانت هاي البداية اللي قمت أتجه فيها إلى كتابة الشعر. شو اللي خلاني ما أدري واقعا، بس كانت هناك بعض الممارسات يمكن خلقت في نفسي مثل هذا الجانب، كنت أحب أحفظ الشعر. كذلك كنت أحرص في المدرسة على زيارة المكتبة، مكتبة المدرسة، مدرسة توبلي، بصورة شبه يومية، دائما فسحة في المكتبة، وأكثر ما أقرأ في الشعر لشعراء معينين وكذا. فيمكن هاي ساهمت في تكوين التجربة وكذا. في بداية الصف السادس يمكن تقريبا في هالفترة يمكن بدأت أكتب بصورة أعمق شوي، وكنت أعرض بعض الكتابات على بعض المدرسين، يعطوني ملاحظات. مع الأسف الشديد فقدت كل هذا الكتابات الأولية، يعني ما كنت أنا مهتم أصلاً بها كأنها ستبرز يعني عندي وسأهتم بها فيما بعد. كنت أعتقد أنه شيء فقط هواية بتنتهي. يعني أول ما كتبت يمكن من القصائد المؤثرة في نفسيتي كان في استشهاد السيد الشهير محمد باقر الصدر رحمة الله، يعني حينما استيقظنا في تلك الفترة على نبأ استشهاده، وكان هذا إليه وقع كبير في نفسي. كنت من محبي السيد ومن متابعي فكره ومتابعي كلماته ومتابعي خطاباته وكتبه، فكانت كتابات أول ما بدأت في هذا الجانب. بعدين طبعا نمت مع الأيام. في المرحلة الإعدادية أكتب، أشارك في الطابور الصباحي هذا المساء في بعض الأمور. في المرحلة الإعدادية بالضبط في أول ثانوي كتبت تقريبا قصائد يمكن كان لها صيت شيئا ما، مثل قصيدة يا علي قوم هذه الدنيا قد رأت فيكم ميتا حيا. كانت في المرحلة الثانوية، أول ثانوي كنت كاتبها. يعني تقريبا أنا أتكلم الآن عن سنة 87، في هالفترة كاملا طاهرا زكيا تقيا، في نفس الفترة نطقت قلوبنا بهتاف هزنا وحسينا، بنفس الفترة. بعدين دعيت إلى، في هالفترة هذه نهاية المرحلة الإعدادية تقريبا أو في أثناءها، دعيت إلى احتفالات، كانت بعض احتفالات في الداخل يعني في المنطقة نهاية المرحلة الثانوية الإعدادية، دعيت في احتفالات في المنطقة، احتفالات في خارج المنطقة، وبدأت أشارك. والحمد لله رب العالمين،
يعني استطعت شيئا ما أن أقدم شيء ولو بسيط في مسيرة الشعر في خدمة أهل البيت عليهم السلام. بمن تأثر الشاعر شيخ مجيد التوبلاني في تجربته الشعرية على نحو العموم، وبتجربته في الموكب على نحو الخاص؟ والله أنا كنت أقرأ للكثيرين، يعني حتى لبعض قراءاتي إلى الشعر في البدايات، مثل ما كان بداية المرحلة الابتدائية ما كانوا لكتاب من المذهب، مو كتاب مذهبيين، يعني ما كانوا من ضمن المذهب، وإنما كان أتذوق الشعر في هالجانب. زين، يعني قرأت إلى مثلا أحمد شوقي كتاباتي، إلى قصائد إلي أبي ماضي ما زلت احتفظ بدواوينه، كفن لغوي. كفن لغوي هذا الكلام. بالنسبة إلى القصائد الموكبية، يعني في تلك الفترة ما طلعت هناك أقلام بارزة في الموكب. فترة الثمانينات تقريبا ونهاية الثمانينات ما طلعت هناك أسماء تكتب للموكب. كان الموكب العزائي في البحرين يعتمد في قصائد أكثر شيء على الموكب العراقي. على المستورد، المنتج المستورد. إيه يعني كنا نسمع القصيدة العراقية ونجيبها في موكبنا، مثل أيام أيام هذه الدنيا أيام، سمعناها وجبناها في الموكب، يا حسين الضمائر جبناها في الموكب. ما كانت هناك عندنا بلورة في هالجانب. من النعم الإلهية اللي يكون في البلاء، حينما منعت المواكب العراقية ظهر الموكب البحراني، ظهر الموكب البحراني كموكب مستقل، طلع عنده شعراء من عمق البلد، بدأوا الناس تكتب في أقلام كتبت سابقة، إلى الآن احنا ما ندري من الكاتب هذه القصيدة، ما اشتهرت في حينها. ألحان أيضا كنا نعتمد على اللحن العراقي في الآونة السابقة، لا طلعت ألحان جديدة كلها يعني تغذي الموكب البحراني. أنا أقدر أقول بأن الموكب الحالي الآن في البحرين من خلال اعتماده على شعرائه وعلى ألحانه وعلى أطواره وعلى ما كلها نشأ في هذه الفترة حينما منع الموكب في العراق. يعني فترة الثمانينات. في هالفترة تقريبا، يعني حينما ما وصلنا شيء، صارت هناك قبضة على الشعب العراقي في هالمجال. بدأت بالفعل إبداعات البحرانيين تطلع في الموكب العزائي. يعني هو بدأ الموكب يشق له هوية خاصة به. بالضبط. فكان الموكب في بعض الأحيان احنا نردد بعض الأبيات وليس قصائد كاملة. في بعض الأحيان ردد قصائد ملا عطية كانت في الموكب، لكن في فترة من الفترات لا، بدأت الكتابة، بدأ هناك شعراء الموكبية. يظهرون، بدأت ألحان تظهر، يمكن يستنسخ من موكب إلى موكب، من قصيدة إلى قصيدة، يشيلها من العزل كذا ويجيبها في هالعزل، لكن بعدين خلاص مثل الآن وصلنا إلى مرحلة تقريبا الاكتفاء من ناحية الأطوار ومن ناحية النصوص. الكتابة والنصوص وما إلى ذلك. شيخ، نتناول محور آخر وهو القصيدة الموكبية. الشيخ مجيد أو الشاعر الشيخ مجيد التوبلاني عاصر الكثير من التحولات الموكبية، كما أنه كتب للعديد من المواكب في توبلي، عديد من المناسبات في توبلي وخارج توبلي، وكانت له قصائد ذائعة الصيت، وعايش الموكب والحالة العزائية في البحرين في فترات متباينة. دعني أسأل شيخ هذا السؤال، في أي مرحلة تحس أن القصيدة الموكبية برزت وبدأت تأخذ دور طلائعي في الموكب، النص الموكبي، يعني كان لها حضور بارز على الساحة كنص، في أي مرحلة؟ أنا أقدر يعني أقول بأن هناك 3 مراحل مهمة في النص كنص. يعني مرحلة الموكب القديم اللي أسس إلى المواكب، الموكب الأجداد والآباء، آبائنا كانوا يطلعون، مثل ما قلنا ما كانوا يلقون قصائد، شطر واحد يلطم عليه بس يعني موكب طول تراثي الوقت وترديدات. فقط ترديدات، هذا كمؤسس. في هالفترة نشأت بعض الكتابات الخفيفة اللي كانت على وزن واحد، فكان يمشي الموكب بوزن واحد، واحنا كتبنا على الوزن الواحد
مثل قصيدة يا علي قوم نطقت قلوبنا، هذه القصائد القديمة كثير منها كانت على وزن واحد. هذه كتجربة كانت تجربة ناجحة على مستوى الكتابة وعلى مستوى اللحن، وإلى اليوم ما زالت هناك مواكب مثل المواكب العراقية نفس النسق، هو يمكن تكتفي فقط بوزن واحد وكسرة. الآن كثير منها لا، في مواكبنا احنا البحرين تطور هذا الجانب. المرحلة الثانية اللي برز فيها الموكب بصورة قوية أعتقد، وكان مرحلة تطور معقولة، هي أنه أصبح تعدد إلى الأوزان ولكن بعدد محدود، ولكن اللطمة لم تختل، اللطمة ما زالت هي هي. الآن في فارق ما بين اللطمة القديمة واللطمة الحالية، فصار في هالفترة، أنا أعتقد هاي فترة بداية منتصف التسعينات، صار في تحول أنه كان هناك تعدد أوزان ولكن اللطمة بقيت على حالها. في هالفترة نشأت قصائد قوية جدا كان لها صيت على مستوى البحرين وحتى على مستوى الخارج، وبالفعل أبدع الرواديد وأدوا كثير من الأمور وكثير من الإبداعات في هذه المرحلة. المرحلة الثانية نهاية التسعينات بداية الألفية الثانية، هنا صار خلل واقعا، أنا أسميه خلل، وهو أنه صار تمادي في مسألة تعدد الأوزان، فصار الوزن يعني القصيدة الواحدة يمكن فيها 18 وزن، وهي قصيدة متعبة. أنا كتبت على هذا النمط في البداية ثم توقفت بعد ذلك. زين، أضف إلى ذلك صار تغير في اللطمة. الأول كانوا اللطمة العادية، زين، ثم صارت لطمة أخرى، صارت حركة الموج في الموكب بعد ماشية، الحين تغيرت اللطمة، أصبحت اللطمة إيقاع اللطمة مختلف، فضبط اللطمة أيضا صار مختلف في هالناحية. أصبح من العسير على الشاعر أن يكتب ما يشاء، لأنه صار أسير إلى الأوزان وإلى القالب، اللطمة اللي المفروض يكون فيه، اللطمة السريعة بالخصوص إذا أراد يسرع الرادود وما إلى ذلك، فصار في إسفاف في هالجانب. أنا أعتقد هذا المستوى من الموكب حينما وصل إليه إحنا فقدنا تراث مهم، وأعتقد أنه أصبح خلل كبير في الموكب، واستطردنا في هذا الجانب وحذرنا من هذا الجانب. في سنة 2009 صدر بيان من شعراء ورواديد في البحرين، ونشر في عدة جرائد من جريدة الوسط، موجود للآن على الإنترنت، ينظم القصيدة الحسينية الموكبية ويحذر من التمادي في مثل هذا الأمر، خصوصا فيما يتعلق بتعدد الأوزان الكثيرة، أو فيما يتعلق بالأطوار الجديدة وما إلى ذلك، أو تغير الأطوار والتركيبات والتقطيعات غير المقننة ولا المقعدة. بالضبط، يعني أنا كتبت قصيدة مرة في موكب المنامع، رتلناك علي ترتيل القرآن، يعني تعبت فيها كثير، لأن عندك شطر بس كلمة لازم فيها، مثلا قم، بس قم وبعدين تجي شطر ثاني، زي هذه وش تطلع هذه من حرف هني، فكانت العملية صعبة. الشاعر إيه؟ الشاعر هني طبعا يمكن أن يبدع، يمكن أن يخفق هالجانب، بس أنا أعتقد بأن عملية التعددية في الأوزان والتعددية في الأطوار وتغير اللطمة أخلت بالموكب البحراني بصورة كبيرة جدا، وأثر سلبا على النص بلا شك. يعني كان في السابق كانت الطريقة معروفة، أنا أكتب النص وأنت كرادود لحن، وما كان يحصل حالة من الحرج في اللحن، ما كنا نكتب على أوزان جاهزة، ما كنا نكتب، يمكن أنا أول شيء كتبت على أوزان جاهزة يمكن في قصائد مثل راية الإسلام رفت من خراسان وحطت في قلوب المخلصين في موكب السنابس، هذه كتبت على وزن جاهز، لأن الوزن نفسه هذا الجاهز استهواني، هو وزن طبيعي وجميل يعني مو مكسر ولا شيء، فكتبت عليه.
لكن ما كنا نكتب على أوزان جاهزة، كنا نكتب القصيدة من إبداعاتنا، من أوزاننا، من البحور اللي نحبها، ونعطيها للرادود، الرادود هو يشتغل على روحه ويطلع لها أروع الألحان. طلعت هذا الجانب. اليوم لا، اليوم في موكبنا الحالي ما تقدر بعض الأوزان تنزلها في القصيدة، مثل وزن أحرم الحجاج، هذه القصيدة المعروفة، ما تقدر تنزلها على لطمتنا الحالية. لو تنزل هذا إلا قليل من الرواديد اللي يمكن يتكيف فيها، يقول هذه ما تنضرب في موكب، يسقط الموقف فيها. فمشكلة. وبالتالي أصبح الشاعر اليوم أسير إلى الوزن اللي يعطيه الرادود. وهل أنا ثمة أعطيك عيب؟ زنزنة دندنة وأنت اكتب عليها. وهل ثمة عيب في هذا؟ العيب أنه يصير أسير، الشعر حينما يؤسر يقتل. الشاعر حينما تأسرف في زاوية محددة ويقول اكتب لي على هذا الأمر، ما يستطيع أن يبدع، لأن الشعر هو ما من وين يصدر؟ يصدر من شعور الإنسان. والوجدان. في بعض الأحيان يعني حتى الشعراء النقاد اللي يدرسون الشعر يقولون بأن شعر الفرح، الشعر الفرائحي يختلف عن شعر الحزن. شعر الحزن يجي على أبحر طويلة لأن في حالة من الحزن وكآبة في النفس. شعر الفرح يجي على أوزن قصيرة لأن في نشوة. فما يستطيع الشاعر أن يبدع إذا أنت بتحدد له أوزان، خصوصا أوزان غير مستقيمة، يعني أوزان متعبة. مهجنة، كثير منها بالضبط. مهجن وغير لذلك مقعد. إيه، لذلك أنا أقول هناك فرق من سلبيات القصيدة. ما أدري هذا محور أو أنا بدخل فيه، ما أدري. تفضل يا حبيبي. من سلبيات القصيدة الموكبية اليوم أنها قصيدة مسموعة وليست مقروءة. خذ لك قصيدة من القصائد الآن اللي تجي عليها الأوزان وعلى الألحان وقراها، ما تستسيغ منها شيء، صحيح، كثير منها تموت. يعني القصيدة من يخلص الموكب تموت، وليدة تاريخ لحظاتها وتنتهي. بالفعل مو تاريخ. خذ لك قصائد السابقة على أوزان محددة تبقى لسنوات طويلة الناس تقراها قراءة. اليوم ما تقدر تقرأ هذه القصائد لأنها الناس فقط الرادود يريد فقط أن يلقيها، يسمعها إلى الناس، مو مهم أن تخلل عبر التاريخ. وهم شيخ، ممكن يعني يرد واحد هنا سؤال، يعني يرد بجواب يقول إن هي قصيدة سماعية أو نص سماعي. النص الموكبي ربما يقول إن هذا نص سماعي، لا ضير إن لم تقرأ أو تستساغ في القراءة. لا، احنا نتكلم عن الشعر كشعر، كنص أدبي. كنص أدبي لا يمكن أن يحد في فترة محددة. الشعر رسالة، رسالة. خصوصا الشعر الحسيني، شعر أهل البيت. أنا أدي لي رسالة، مو رسالة آنية، وإنما رسالة تستمر إلى الأجيال. إحنا اليوم ما زلنا نقتات على قصيدة دعبل، وما زال الشعراء يتغنون والخطباء والأدباء بقصيدة دعبل وقصائد أبو هارون المكفوف وغيره، وأبيات هي قصيرة. ما زال الناس الآن يرجعون إلى شعر المتنبي وشعر ما شاء الله الشعراء كلهم. ليش؟ لأنها قصائد جاءت لتبقى. فلماذا نحكم على قصيدة الموكب العزائي المفروض أن توصل رسالة الحسين عبر الأجيال ونقتلها ونحجمها في مجال أو في وقت فقط محدد، ونقول بأنها قصيدة فقط أن تسمع، واللي ما بيسمع القصيدة سيخسر. من يريد أن يتذوق الشعر، ومن يهتم بالشعر، ومن يريد أن ينقد الشعر سواء كان له أو عليه، يأخذها نص، ما يأخذها مسموعة. مسموع. شيخ، الآن طرقنا ثلاثة محاور فرعية ضمن المحور الأساسي أو واحد من المحاور الأساسية، وهو القصيدة الموكبية. سأتناول بعجالة يعني واحد تلو الآخر. من الكلام اللي طرحته الحين عن القصيدة في مطلع التسعينات أو في منتصف التسعينات، هل ترى أن القصيدة الموكبية العمودية أو النص العمودي والذي كان رائجا نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، هل ترى فيه رواجا اليوم لو أعيد إحيائه؟ اليوم ما تقدر تفاجئ الجمهور بالأوزان القديمة، صح، وهي المشكلة اللي احنا يعني مواقعين فيها. ليش؟ لأن الجيل اللي يلطم اليوم
والشي الجيل اللي الطام اللي يشيل الموكب هذا ما سمع قصائد لا ثمانينات ولا حتى التسعينات. وإذا شغل ليه من أولادنا، إذا شغل ليه قصائد أفضل القصائد وأفضل الرواديد اللي هو يحبهم الحين، قصائدهم في التسعينات يقول لا هذا ما أحب أسمعها، الوزن وهالطريقة ما أحب أسمعها. جيل جديد نشأ على موكب نمط آخر، وبالتالي من الصعب واقع أن إحنا نرجع عجلة الزمن إلى الخلف، صعب. فإحنا حاولنا، كان عندنا من قبل في يمكن 2010 كذا كان عندنا محاولات، وبالفعل جمعنا بعض الأشخاص في بعض المآتم وعلى أساس نعيد اللطمة القديمة، لكن المشروع ما تم واقعا وانتهى، لأن هناك سيل جارف من الرواديد اللي كانوا يتبنون المنهج الحالي أو المنهج اللي وصلنا إليه، تعدد الأوزان، تغيير اللطمة وما إلى ذلك، يعني ضعنا في هذا الموج، فما نجح المشروع واقعا. وما زال هناك في الانستغرام صفحة اسمها رداديات كانت توثق إلى هذه المرحلة، ما نجحنا. الآن بعد ما يقارب من 2009 إلى الآن، ما يقارب من 10 سنوات أستاذ علي، نفس الرواديد اللي كانوا يعارضون حتى ذاك البيان نفسهم قالوا الآن يا ليت نرجع إلى القديم. يمكن تتذكرون شلون، وهل ترى أفق لذلك أن نرجع؟ يمكن أن نرجع، ولكن ليس بالضبط يعني بالاستنساخ السابق. يمكن أن إحنا نهذب القصيدة اليوم. بالفعل بدأنا ويا بعض الرواديد اشترطنا عليه، قلنا له مو مشكلة تعدد الأوزان، أنا ما عندي مشكلة في تعدد الأوزان، لكن ما تزيد عن 3 4 أوزان، وتكون أوزان صحيحة يستسيغها السامع والقارئ. وبالفعل في تجارب موجودة إلى اليوم تسير على هذا النمط، وسجلت نجاح، بل هي الأكثر نجاحا خصوصا عند المستمع اللي خارج البحرين. كثير من الرسالات تجي من رسائل من العراق أو من المنطقة الشرقية أو من مختلف، يقولون بأننا ما نسمع إلا هذا النمط لأن هذا اللي نستسيغه. بعضهم يقول هذا الأمر. طبعا لا شك أن يعني لا أحجم أو أقزم من الأداء الرواديد الآخرين، لا، لهم جمهورهم، لهم عطاهم، وهو مد كاسح أيضا، لكن على الأقل نهذب اليوم القصيدة في أن نقننها في أساليب معينة، نحد شوي من حالة الإسفاف في اللحن أو في تعدد الأوزان. يعني الشاعر الشيخ مجيد يرى ضرورة حاجة النص الموكبي إلى التغيير والتطوير مجددا، إن على صعيد الشكل أو الغرض أو المضامين. وأقصد بالتطوير شيخ ليس بالضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام، وإنما تغيير الأطوار الحالية إلى ما يمكن قبوله. بالضبط. أنا قلت مرة في ندوة سابقة، قلت يجب أن نفرق بين التغيير والتطوير. اللي حدث في الموكب في وجهة نظري على الأقل، قد تكون خاطئة قد تكون مصيبة، اللي حدث في الموكب من نهاية التسعينات إلى اليوم في الموكب العام هو تغيير وليس تطوير. هل ممكن نقول هي قفزة غير محسوبة؟ يمكن، هي قفزة غير محسوبة. أجد أن البعض تأسف على هذه القفزة حتى ممن كان يروج لها، فهي قفزة غير محسوبة، يمكن أن نقول بهذا الأمر، لكن في مجال إلى الرجوع، خصوصا أن هناك تجارب ما زالت موجودة وقوية تسير على نمط معين، خلنا نقول بين في الوسط، فنركز على هذا الشيء الفارق اللي أنا دائما أذكره. ليش نصر على تعدد أوزان ونصر على ألحان معينة وأطوار معينة في الموكب في خارج في الموكب الفعلي، لكن في الإصدارات نرجع للأسلوب القديم؟ ثم مفارقة كبيرة. ليش الأسلوب القديم؟ كل اللي يحبون هذا التغيير في الإصدار يرجع للأسلوب القديم. ليش نرجع للأسلوب القديم؟ الرادود البحرين ليش ما يشيل بأسلوب القصيدة البحرانية إذا راح في الأربعين في العراق؟ بيقول لك ما يناسب الجو العام. المواكب كلها اللي يشاركون الجماهير كلها بحريني، بس لانه يحس انها خلل. شيخ
القصيدة الموكبية في يعني بشكل عام هي قصيدة رسالية مرتبطة في الوجدان المسلم والوجدان الشيعي على يعني نحو الخصوص بأهل البيت وقداسة أهل البيت ودور أهل البيت في الوجدان الإسلامي. هل ترى أن القصيدة الموكبية أو النص الموكبي في البحرين فقد رساليته إلى حد ما في السنوات الأخيرة؟ لا، ما أقول فقد رساليته، أنا أثق بأن ما يكتب من الشعراء وما يؤدى من رواديد كله باسم الحسين وله هدف وله رسالة، وإنما هي إن صح التعبير هي مدارس، وإن كنت أنا لا أرتضي هذا التقسيم، ولكن كما يقال هي مدارس. الرسالية موجودة في كل عمل يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه، موجودة الرسالية، سواء كان في القصيدة، كان في اللطم، حتى في حمل الأعلام، حتى اللي يحمل السماعة عنده رسالة، اللي يوزع الماء عنده رسالية، الرسالية موجودة. فنحن لا نحاكم رساليات القصيدة، وإنما نحكم على مسألة الأسلوب وصول القصيدة إلى الناس، تأثيرها في الناس، بعث روح الحماس في الناس، وهكذا. اليوم خلنا نكون واقعيين، هناك قصائد، يعني أنا إذا أسمع بعض القصائد ما أدري وش بيقول يوصل الشاعر، أي رسالة يريد أن يوصلها الشاعر إلى المتلقي ما أقدر أستوعبها يعني بهالصورة. لذلك سألتك شيخ هل فقدت رسالتها في إيه السنوات الأخيرة؟ فإيه أنا ما أقول فقدت الرسالة، وإنما فقدت الهادفية، فقدت الهادفية التي تخلق من الموكب العزائي محطة مهمة في تاريخنا. يعني الموكب العزائي كان له تأثير كبير جدا في فقدانها للهادفية شيخ هل تعني أن يخالطها شيء من العشوائية؟ طبعا انا اتكلم استاذ علي عن بعض وليس عن الكل، عن حتى البعض، لا ما زلنا يعمم بي. نتكلم إيه عن البعض إيه مو عن الكل. فليس هناك لا لا تعميم. ليست إيه، عشوائية موجودة، نعم موجودة. يعني موجودة، يعني انا من خبرتي ببعض الاخوة أنه في بعض الأحيان تصير عشوائية، يعني تعال اكتب قصيدة في ليلة أو ليلتين وأي كلام. أحد الرواديد يقول أنا استلمت قصيدة من أحد الشعراء، قصيدة أوزان ما شاء الله، يقول أنا ما أشيل هالأوزان كلها، فقمت أشيل هالوزن، أشي أحذفه، هالوزن أنزله تحت، هالوزن أوديه فوق، والقصيدة ولا تغيرت شي منها. هذا يدل على بعض الأحيان على أمرين، إبداع فائق للشاعر بحيث أن لو تغير فيها ما يتغير شيء بالقصيدة، وجسد القصيدة والمعنى والمضمون واحد، أو العشوائية أن أنت مو ماشي على نسق بنائي في القصيدة والموضوع ضايع. بحيث أن أنت تبدأ بالفكرة ثم تنتهي إلى فكرة ثم كذا، فكأنما هي إعادة أفكار، صياغة أفكار من جديد، نفس العملية. فلو أنت بدلت شيء مكان شيء ما يتغير، هذا يدل بعض الأحيان في مفهومي يعني أنا يدل على عشوائية. أجيب القصائد في بعض الأحيان، وهذا الأسلوب اللي الكثير يتبعه بس أنا ما أحبه أبدا، يجيب لي 4 شعراء 5 شعراء كل شاعر يكتب فقرة، أنا عندي القصيدة كم واحد، لابد أن تطلع من مصدر واحد، لأن هي بناء، تبني مقطع ينبني على مقطع، وتريد توصل إلى هدف معين، عمل متكامل. عمل متكامل. إذا هذا كتب شوي وهذا كتب شوي، هذا له أسلوبه، هاي له قوته، زين هاي له فكرته، تطلع القصيدة خاصة في الأوبريتات، تطلع القصيدة في النهاية كل واحد مشرق وواحد مغرب، ما أدري توصل إيش، يعني كل مقطع منفصل عن الثاني، مهجنة. مهجنة، وبالتالي ما تنتشي. إحنا نحتاج واقعا إلى إعداد إلى القصيدة. الشاعر الشيخ مجيد التوبلاني، شيخ بما أن أنت كتبت للموكب في توبلي وخارج توبلي وعلى الشارع وعلى المنصة، بما أن تناولت موضوع الأوبريتال، هل تميز بين قصيدة الشارع وقصيدة المنصة؟ وإن كنت تميز فإلى ما تميل؟ أنا من 4 5 سنوات وقفت عن كتابة قصائد الشارع جميل. كعملية، قصيدة شاعر الشارع ما أكتب،
فقط قصيدة معتم لأسباب. أو أن قصيدة الشارع في بعض الأحيان تضيع، بسبب الظروف المحيطة يعني بالموكب. بالظروف، الموكب، عدم الاستماع إليها، ثم ظهورها إعلاميا ضعيف. فمن ناحية إعلامية أنا أفضل قصيدة المنصة والمعتم. المنصة، بس حتى من ناحية أداء القصيدة والالتفات إلى القصيدة. ولكن كنص أدبي شيخ، يعني أنا ما أتكلم عن الأثر، أتكلم عن النص. هل النص على المنصة يختلف عن النص على الشارع؟ هو عادة ما يختلف، ما يختلف. يعني القصد الشاعر إذا أراد واقعا أن يؤدي دور إلى القصيدة راح يجهد فيها نفسه، لكن في بعض الأحيان قد يشعر الشاعر بأهمية قصيدة المأتم وقصيدة المنصة فيعطيها اهتمام بالغ بسبب أكثر، الأضواء. بسبب الأضواء اللي راح تسلط عليها، وبسبب أنها بتطلع باسمه في القصائد. كثير من قصائد الشارع ضاعت، حتى احنا نسيناها لطبيعة الشعر. طبيعة الشارع، لأن انت الشارع ما تضمن، يعني حتى التجهيزات الفنية ما تضمنها، ولا زين، إضاءة ولا اي، فوضى. يعني فوضى قصيدة الشارع. فانت قاعد تنثر لك ابيات يمكن انت تعبان عليها تنثرها في الشارع، ومن تنتهي الموكب اذا احس سجلها زين او طلعت الى الاعلام. الآن العالم كله اللي يستمع إليه هي قصيدة المنصة. يعني شيخ، هل يراودك أحيانا للعب دور مختلف وإن كان، يعني ما زلنا نتكلم عن النص الموكبي أو النص الرثائي في أهل البيت، هل يراودك أحيانا رغبة للعب دور مختلف عن ما كنت تلعب سابقا من موقع مختلف؟ والله لعبنا أدوار في مختلفة. مختلفة في المواضيع، لعبنا أدوار مثل هذه اللقاءات، شاركت في عدة ندوات حول الموكب، حول ترشيد القضية، قصيدة الموكب وما إلى ذلك، عطاء الموكب. أيضا بعض الأحيان دور الناقد، أتذكر فترة من الفترات كنت أدعى لبعض المواكب وأحضر بعض المواكب كناقد، أسمع القصيدة، شوف المؤذن، وأطلع في نهاية الليلة أو كذا أطلع تقرير عن سير الموكب وعن عملية العزاء. فيمكن أن يقوم الشخص بدور الناقد في هذا، يمكن أن يكون هناك دور آخر هو دور المدرب لمن يستطيع على ذلك. هناك شعراء يعني طالعين على الساحة، هناك أقلام واعدة، هذا لن يحتاجون لرعاية، يحتاجون لتنشئة، يحتاجون لتدريب إلى فنيات محددة. يمكن القعدة ويا الشاعر المبتدئ يمكن تعطيه الكثير من الزخم، تعطيه الكثير من الخبرة، فهذه أيضا أحتاجها أنا أو غيري. لمن له استطاعة على أن يقوم بهذا الأمر يستطيع أن يقوم وهل بهذا مارست الدور. هالدور شيخ؟ عملية التدريب كمنظمة لا، ما كشيء منظم يعني لا، ما مارست هذا الدور، أنا أفكر واقعا. شيخ هنا، يعني أنا سأستل من هذا الكلام الأخير اللي طرحته سؤال ذي صلة باللي قلته. البحرين بلد المواكب العزائية، وأنت قبل شوي ذكرت يعني في المحور السابق أن البحرين لعبت في السنوات في العقود الأخيرة على الأقل الثلاثة الأخيرة دور طلائعي زين، عاجب الكثير من الشعراء وكتاب القصيدة الموكبية. حتى الآن مثل ما تفضلت لا يوجد إطار جامع يلم شمل الشعراء في كيان جامع مؤطر بإطار واضح وصريح، ابتداء ما جدوى وجود مثل هذا الإطار؟ هو مهم مثل هذا الإطار مهم من ناحية تنظيمية. من ناحية تنظيمية، وهم من ناحية أداء هادفية رسالية الموكب. الموكب له رسالة، الشعراء إذا اجتمعوا فيما بينهم وكان بينهم لقاءات، يعني احنا نعرف أن لقاءات اجتماع شعراء يمكن 7 أو 5 يسوون مدرسة بروحها كاملة متكاملة. عندنا شعراء المهجر، شعراء كانت هناك مدارس أدبية نشأت في خارج نطاق الوطن العربي، كانوا يمكن 4 أو 5 من الشعراء يجتمعون، سووا لهم مدرسة لها أسسها ولها كذا. احنا عندنا أعظم مدرسة هي مدرسة الحسين. المفروض أن احنا
نكون كيانات على الأقل مصغرة لإيصال هذه الرسالة إلى الناس. فلقاء شعراء ولو بصورة مصغرة هذا أمر أعتقد أنه التنسيق ما بينهم أفضل، مو فقط الشعراء، خلنا نعمم بعد، وهي الفكرة نادي بها من زمان. الخطباء ودورهم في كل موسم. ما هي مقومات نجاح مثل هذا المشروع؟ والله هو التنظيم الدقيق للمشروع، وجود جهة تتبنى المشروع. المحور الأخير شيخ، وهو محور الموكب في المنطقة، كيف تقيم تجربة المنطقة توبلي، يعني منطقة توبلي والموكب الموحد في توبلي بعد كل هذه السنوات؟ طبعا الموكب مثل ما انت عارف شيخ مر بمراحل ومنعطفات ومنعرجات عدة، كيف تقيم تجربة الموكب الموحد على مدى العقود الثلاثة الأخيرة هو مثل ما كشاعر موكبي؟ كما تفضلتم، يعني الموكب في توبلي مر بمنعطفات ومنحنيات. يعني أنا أجد بأن في فترات للموكب عندنا في المنطقة وحتى المواكب اللي برا مرت إلى فترات مواكب إنتاجية. موكب توبلي مر في فترات كان موكب قوي، فترة ذهبية. فترة ذهبية أحسنتم، كان يرفض المواكب الأخرى، يمكن ما كان مشهور على مستوى البحرين موكب توبلي، لكن كانت الإبداعات تطلع من توبلي. هناك شعراء من في المنطقة كتبوا إلى مواكب برا كثيرا. ونجحت، أكثر من 3 شعراء على الأقل في بالي الآن أو 4 كان إنتاجهم من داخل منطقة توبلي. طبعا الإعلام وما إلى ذلك والناس معروفة بأن عزل فلان وعزل المنطقة الفلانية هو المشهور، هو المشروع. لكن كان دور الموكب في توبلي كان دور كبير، والناس عرفت موكب توبلي خصوصا في مشاركات مدينة عيسى في يوم التاسع. ما زال موكب توبلي هو الموكب تقريبا الأقوى. أنا أتذكر في سنة من السنوات جابوا رادود قوي في أحد المواكب في مدينة عيسى بعد ما غطى على موكب توبلي برواديده الغير مشهورين في البحرين، وكان قوي. يمكن هذه كثير من الأحيان أو في كثير من المناطق نفس العملية، بس أنا أتكلم عن المنطقة، منطقة توبلي. زين، فكان إليه صيت وكان إليه قوة وكان إليه ما إلى ذلك. ثمة من يقول أن موكب توبلي عند تصنيفه هو موكب كلمة، بما أن احنا نتناول محور القصيدة الموكبية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ وجمهور توبلي جمهور كلمة. ما انا اشوف استاذ علي، انا ما احجم موكب توبلي في كلمه. موكب توبلي عرف بكلمته وباقلامه وكتاباته، صح، ما نختلف، لكن في نفس الوقت ايضا على مستوى الاداء حتى على مستوى الالحان كانت هناك الحان قويه له إسهاماته. له اسامه طلعت من توبلي. من توبلي مسألة تعدد الأوزان وبعض الطرائق، أنا أتذكر أتكلم هذه حتى على في الندوات الخارجية أقولها، تعدد الأوزان قبل ما يصير تعدد الأوزان عند الشعراء وعند الرواديد المعروفين كنا في توبلي نستخدم الأسلوب، كان فيها تعدد أوزان وفي ألحان قوية طلعت، ما نقول ما موجود. ففي عندنا احنا تنوع في الموكب في توبلي، عندنا إبداعات، عندنا عطاءات موجود، وما زالت البادرة موجودة. يمكن نحتاج إلى بعض الأحيان بعض لم بعض الأمور حتى نطلع الموكب بصورة أوضح. يمكن أنا من ملاحظاتي على الموكب وعلى المنطقة موكبنا في المنطقة أو على مواكب البحرين كلها، إن اليوم الموكب لم يعد موكبا جماهيريا يستقطب الجميع وكل الأعمار. يعني موكب شريحة. اليوم اللي في سني وفي سنك في الموكب شاذ، هاي اللي احنا بقينا صحيح. كله اقل. موكبنا اليوم يبدا من 14 سنه، زين،
إذا وصل إلى 32 33 35 زين، بس هذه الشريحة الأول ما كان الموكب كذي، كان للجميع، كان الجميع آبائنا بوزرتهم يجون يعزون الأطفال الصغار بدل ما يفتر حول الموكب. تذكر كان الأول يسوون سلسول وراء في الموكب، موجودين في الموكب. شيخ يعزى ذلك إلى النص والطرائق الجديدة، إلى النص، إلى الطرائق الجديدة، إلى الأساليب الجديدة، هذه طبعا لها دور. أنا مرة من المرات في موكب توبلي هنا أتذكر كان في ذكرى الأربعين، يمكن قبل 3 4 سنوات، نزلت الموكب وأحرص أن أنزل في بعض الليالي الرئيسية نظرا لانشغالاتي الحالية من بر كذا، ليلة 9 أو كذا أنزل. كنت طالع أراقب الموكب، فكنت أمشي بعض الجماعة أقول لهم، أقول لهم وين الموكب الأول؟ مجموعة الكبار أمهات الأغتر لين اللي قدام تشوفهم فوق 30 واحد، الأغتر الكبار لين وينهم؟ ما موجود أحد منهم. الموكب صاير في سن محدد، وهذا مشكلة. مشكلة ثانية إن كثير من كان يستهويهم الموكب اليوم مو موجودين. أتذكر واحد في عزم الليالي بعد ذيك الأيام القديمة، زين أنا أخو أيام قديمة أتكلم عن 90s 80s يعني، نام عن الموكب وإحنا كنا في الكورة من الشباب، وقاعد من النوم متأخر، شاف الساعة أوه الموكب وين؟ على قولة يقول شقيت الخيس ركيض من بيتهم من توبلي على هذا الممر من الجبيلات هني الأول لين ما وصل إلى الموكب. إن شاء الله لحق. لحق في النهاية. أنا أقول بس شنو، هذا مو بس هو، ما يكون الأول يفوتنا موكب كان في المنطقة، إيه ما يفوت، مستحيل أحد من الجماعة ما يروح العزاء، كل الناس تشوفها موكب في العزاء. اليوم من هالأشخاص واللي كان عندهم اهتمامات ومن المهتمين ومن كذا ما تحصل فيه، حتى في بعض المواكب ما تحصل، مناسبات كثيرة تمر ما تشوفه حتى يمر له دقائق، ما أصبح يستقطب الجميع. مو مشكلة فقط في توبلي، على مستوى البحرين كلها أصبح الموكب فئة محددة. أعتقد نحن نحتاج إلى صياغة جديدة الآن حتى نستقطب هذا الناس، لأنه مثل ما قلنا صار موكب فئوي يستقطب فئة محددة. يعني أعوام سابقة كان الموكب الكل يهتم به، حتى النسوان يهتمون بالموكب، صحيح، يسمعون الموكب وكانوا يطلعون عند بيوتهم يطالعون الموكب. اليوم ما مثال الجانب. ممكن شيخ هذا وليد أو نتاج التغيرات التي طرأت على الحياة، حياة الناس والعامة، يعني الحياة اليوم غير عن 30 سنة مع التسهيلات الموجودة والتلفون والنت والشغلات هذه، وممكن هذا أثر على طبيعة الناس واهتماماتهم. يمكن، ولكن مو بصورة شاملة، يعني مو بصورة مضطردة عند الجميع. شو اللي يمنعني أنا وبيتنا على خط الموكب، يطوف الموكب على بيتنا، ما أفتح حتى النافذة أطالع، ولا كأنه يعنى، ولا كأنه موجود، وما أتابع لا على نت ولا غير نت، ما أضح يستهوي، لو ما يستهوي ما يستهويني هذا الموكب حتى أن أنا. فنعم هناك تطور، لكن في شيء حتى مع وجود التطور في شيء اسمه عقيدة. إحنا هذا الموكب عندنا عقيدة لابد نحن نتمسك به، لابد نحن، وإلا خلنا نلغي المواكب ونعتمد فقط على النت، ما يمكن. احنا نشارك في الموكب ونشارك، بس في نفس الوقت لابد ان نخطط ان احنا شلون نستقطب هؤلاء الناس جميعا الى الموكب العزائي، خصوصا ان احنا في المنطقة. احنا اقترحنا استاذ علي قبل سنوات تكون لجنة اجتماعية موجودة في الموكب. انا مو محتاج اجتماعات، الناس ما يبون يتكلمون، يبون يظهرون على العلن. انا اروح اليه، أنا أروح أستفسر عنه، أنا أروح أوصل إليه حتى أتكلم إياه، أستشير إليه. ففي أشياء يعني إحنا لابد نلتزمها. موكب توبلي ما زال ترى بخير،
وما زال موكب قادر لإعادة يعني إنتاج قوته نفسه. وإنتاجه من جديد، في أقلام، في أصوات، زين، وعندنا اكتفاء ذاتي. في بعض الأحيان حتى المشاركات الخارجية اللي تجينا مية أقوى مشاركات رواديدنا الموجودين، صحيح. بس أدري أن اللجنة تخضع في بعض الأحيان، جيبوا جيبوا، فتخضع إلى الأمر. نقطة يمكن جت في بالي الآن، موكب الشموع ليلة الموكب 11، أنا واقعا من ضمن الأشخاص اللي وصلت رسالتي إلى الجماعة أن أنا أعتقد أن كان الموكب ده مكسب كبير إلى المنطقة، ومن أقوى المواكب في المنطقة، فكان إلغائه يمثل يعني واقعا أمر سلبي كبير جدا، بغض النظر عن المنظم، يعني سواء كان شباب أو بالتعاون مع الموكب أو الموكب ولا. فأنا أدعو الأخوة الأعزاء يعني كالتماس، لا هو أمر ولا شيء، لا أقل من ذلك، إلى إعادة واقعا النظر في مسألة موكب ليلة الحادي عشر، ليلة الوحشة، وموكب الشموع. أحس أنه بالفعل كان يعني إضافة كبيرة في المنطقة. شيخ، انت ذكرت وقلت ان ما زال الموكب في توبلي بخير قياسا الى مناطق كثيره. ساستل انا من هذه النقطه ومن نقطتك الاخيره سؤال اخير: اين تضع موكب منطقه توبلي اليوم على الخارطه في البحرين؟ أنا أقول موكب ما زال بخير، بس يحتاج إلى إبراز. يعني هل من الجانب الاعلامي ما زال الجانب مطموح؟ الإعلامي وهم في الجوانب التنظيمية الاهتمام بشؤون الموكب. الموكب مو فقط حضور وسماعات ورادود الأطماع، موكب أكبر من ذلك، يعني نص ورسالة. نص يعاني الالتزام والاهتمام به. فأنا أعتقد أن أحتاج في الفترة القادمة إلى موكب توبلي أن يكون هناك تفكير جدي في إعادة وإعطاء الموكب زخم أكبر. موكب القادم في محرم، موسم القادم، خلنا نشوف حضور متميز عن السنوات اللي مضت. ما نكتفي أننا أعلن إعلان عام ولا بيجي بيجي، وعلى قولة قاعدة الحوزة الدرس لمن حضر. خلني أوصل إلى الناس وأرجحهم للموكب. أعتقد نعطي زخم للموكب بهذه الصورة، يمكن نحن نرتقي واقعا في موكب المنطقة. الناحية مهمة، يعني إضافة للنواحي الثانية الفنية والأداء والكلمة وما إلى ذلك. إن شاء الله شيخ، ونشوفك بعد بحضورك أنت وحضور الأساتذة والشيوخ الأجلاء في الموكب كذلك من ضمن الجماهير. ومع هذه الرسالة الأخيرة من الشيخ مجيد، الشاعر الشيخ مجيد التبلاني، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا البر إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شعراء الموكب. وحتى ألتقيكم مجددا مع شاعر آخر وتجربة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.